اليوم 18/5/2017 احنا من المتسابق 31. Okay, come on, where's the thing? بداية طبعا نشكر مجلس أبو ظبي الرياضي على إتاحة هذه الفرصة لنا للمشاركة في بطولة صيد الكنعت. بالنسبة لي طبعا أول مشاركة هذه للصيد أشارك مع النادي، والحمد لله اليوم طلعنا من تقريبا بعد الساعة 2 وفي أبو ظبي طبعا الواحد رزق ما يعرف وين يكون، والحمد لله لين يعني على العصر قبل المغرب توفقنا الحمد لله بالصيد، وهذا اللي معانا والحمد لله على كل حال. بالنسبة للوزن حصلنا 27 كيلو 700، يعني الوزن هذا ما شاء الله أكيد ضرب حتى عند ناس ثانيين، بس اغلبهم يمكن ما توفقوا، يمكن يقص خيط او شيء، فطبعا يباله التوفيق من الله اول شيء، وبعدين يباله صبر. الصيد ما يكب سهل، واللي بيصير بحر الرزق من عند الله. صراحه الشباب متواجدين على طول، نسالهم اي سؤال نحصل الاجابه على طول. اتصلنا لهم على اساس احنا راجعين نبغى نعرف كيف بيصير الوزن وكيف الامور هذه. حصلنا ما شاء الله الشباب قدامنا في استقبالنا، وجزاهم الله خير على المجهود هذا اللي بذلونه. وطبعا مهما قلنا بنكون مقصرين في حقهم، هم طبعا سووا البطوله هذه لمشاركه اكبر عدد من المواطنين والمقيمين بشكل عام يعني. ومثل ما اقول لك التوفيق من الله ان شاء الله.